تونس يقولوا تويكا رجل ما عادش يحكم في تونس، المرأة هي اللي تحكم. صحيح الكلمة هذه ولا غلط؟ صحيح بنسبة 90%. طيب هك تشوف المجتمع التونسي والحلال بتاعنا، هك تشوف الفضايح قدامك انت، كيفاش المجتمع ولات المرأة هي اللي تحكم في الدار، هي ولات اللي تسيطر على الدار، الرجل ولا ما عادش عنده كلمته، ولات الطفلة تخرج قدام باها قدام خوها قدام امها عادي، تروح عادي مخر عادي تسهر، ومهم تجيب المادة تجيب الفلوس. مع القيم والاخلاق ما عادش البو يحكم، خاطر وقت اللي نحن علاش القيم تاعنا مشيت، وقت اللي البو ما عادش يحكم في الدار، وهي ماك تعرف الدار، نحن العائله الاسره هي هي كما نقولوا معناها التربيه الاولانيه تاع المجتمع تاع الجيل تاع الاولاد تاع الصغار. كيشوف التلميذ سلام، كيشوف الوليد يشوف البو اللي قاعد ياكل على راسه معناها ما عند امه، ما المراه هي اللي تحكم، واللي ما عادش ينجم يخ، ما عادش يحكم البو، ما عادش يحكم كي ما عادش يحكم البو، صحيح مشي المجتمع نحل المجتمع به. هذه يرجع الاسباب، شنو اسباب تربويه اسباب اخلاقيه، شنو هي الاسباب اللي تخلي المراه تحكم؟ خاطر ما نظنش معناتها بعض القيم والاخلاق اللي حكيت عليها كان الراجل يحكم باش تولي المراه تحكم، دونك فما حاجه خليت ممكن ضعف شخصيه عند الرجل وقود شخصية عند المرأة، ولا سوء اختيار في الزوج؟ هو سوء الاختيار، أهم حاجة سوء الاختيار، وثاني حاجة كونه معناها المرأة ولت أكثر متحرك أكثر في مجتمعاتنا الإسلامية. كتشوفها المرأة تعلقت بالغرب وخذوا الحاجات السلبية بتاع الغرب، ما خذتش الحاجات الإيجابية بتاع الغرب، معناها ما خذتش الحاجات البوزيتيف للمرأة كيفاش تقود العائلة معناها للبر السلام. معناها نحن في مجتمعاتنا قبل المجتمع محترمة، راهي المرأة كي كانت تقود، راهي المرأة كانت تقود في الحاجة الباهية في المصلحة، معناها كانت المرأة اللي هي تخاف على بنتها وتحافظ على بنتها وتحافظ على ولدها وتحافظ على التربية بتاع بنتها وولدها. اما توا مع البناء ما عادش تحافظ، هي معناها كما نقول لك توا تخليها كيما ندادها، معناها هذه اللغه المدرجه توا عندنا اللي خليها كيما ندادها، اللي هي شنو ندادها؟ معناها تسهر كيما ندادها، تلبس كيما ندادها، تعمل كيما ندادها، هذا سبب من الاسباب انحلال المجتمع. قبل كنا نسمع في جرائم العنف ضد المراه، تويكا ولا نسمع في جرائم العنف ضد الرجل، صحيح الكلام هذا ولا غلط؟ صحيح صحيح صحيح. تو برشا رجال قاعدين يتعرضوا للعنف، برشا رجال قاعدين راو فيهم نحن في مجتمعاتنا يتعرضوا للعنف من عند المرأة والقانون معاها ويحميها القانون، ولت مطلعة أكثر المرأة على القانون وكيفية معناها تتعامل مع الرجل بالقانون، اللي هو الرجل معناها اللي خلى معناها المجتمع تاعنا يندثر في حالة تاعه، معناها سي مالوغو والله العظيم. هكا ناس بكري يقولوا إسا أنت معرس ولا لا؟ معرس. باهي مادامك معرس أنا باش نسألك سؤال. ناس بكري يقولوا في كتبان صديق يقولوا للعروسة أعفسلوا على ساقه باش تبقى ديما مسيطرة أنت، صحيحة الحكاية هذه ولا غلطة؟ لا 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 غلطة 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 غلطة، ما تنجمش تجي هذايا، خاطر نحن المجتمع كي تبدا العائلة متوازنة راهو يجيو أصغار يجيو شباب تاعنا يجيو متوازنين، يكونوا في عائلة متوازنة. كي يجيو كي تبدا العائلة ماهيش متوازنة، الكفة غالبة كفة، تولي الأولاد يطلعوا ديسيكليبر في الأولاد في الصغار، سواء عند الرجل سواء عند المرأة، لازم توك تولي كليبر في كل شيء. توك تشوف الحياة منقسمة، ولات عند الرجل وعند المرأة، زوز يخدموا كيف كيف، والزوز يجيبوا في الفلوس كيف كيف، والزوز يربيوا كيف كيف، لازم ما نجمش المرأة يفوت الرجل والرجل يفوت المرأة باش تربيوا الأولاد متوازنين. بيوكي يعطيك الصحة، وإن شاء الله مبروك العرس، كان عن نزلت كي عرست، إن شاء الله مبروك وإن شاء الله بالهنا. عارفوا واش تختاروا، ننصحكم عارفوا واش تختاروا وتمشيو اعرفوا واش تختاروا، راه خذ بنت رسول على زماني تور، هذه خذ باللي خذ بالاصل هذايا، راه بتاع السهريات بتاع الافتر، راه ما حكيتهم فارغه.